والخامس من أكتوبر في كل عام نحتفل وقفة تجلى واحترام وحب للمعلم، هذه المهنة العظيمة. هي فقرة ثانية عبر هذا المساء. مبادرة 10 على 10 واحدة من المبادرات المميزة، تفاصيل أوفى في ثالث فقراتنا لهذه الأمسية. ولأننا دائما عبر مساء جديد نقف في لمسات الوفاء للذين يستحقون الاحتفاء والوفاء وقدموا العديد من العطاء، لمسة وفاء للراحل الأديب الفريق إبراهيم عبد الكريم هي فقرة أخيرة عبر مساء جديد. أمسية اليوم من مساء جديد، تمنياتي لكم بطيب المتابعة والاستمتاع بكل ما يعرض من فقرات لحن البداية مهدى للجميع. نستمع ومن ثم نتواصل، خليكم معنا.
له بعد الدموع اشكيك لمين مرضى الكثير واستحمله بعد الدموع اشكيك لمين مرضى الكثير واستحمله مما تصد في كل حين جبر الخاطر أغمله يا جميل يا حلو دم الشباب مثمنه يا جميل يا حلو دم الشباب